السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف التاسع بدرس جديد. اليوم درسنا حل أسئلة المراجعة واختبار ذاتي لوحدة الاحتمالات. نبلش بالسؤال الأول. يتكون هذا السؤال من 4 فقرات من نوع الاختيار من متعدد. أول دائرة يصنع محل حلوى 4 أنواع من الكعك، كل نوع ب3 نكهات، فإن عدد أنواع الكعك الذي يصنع في المحل يساوي. هلا أخذنا إنه هذا اللي بذكرنا بأنه درس أول درس أخذنا اللي هو مبدأ العد. شو كان يحكي لي؟ في عملية تتكون من خطوتين، إذا كان عدد طرق إجراء الخطوة الأولى نون واحد. شو الخطوة الأولى؟ أنا بدي أختار هلا، صحيح؟ أو أشوف عدد أنواع الكعك. هلا عندي 4 أنواع للكعك، وفي الثاني كل نوع ب3 نكهات. شو كان القانون بيحكي لي؟ هذا فلنعتبر إنه هذا نون واحد وهذا نون اثنين. بيحكي لي إنه نون واحد ضرب نون اثنين اللي هو 4 ضرب 3 ويساوي 12. إذا الدائرة هون عندي هتكون دال. واحدة من التجارب الآتية لا تمثل تجربة عشوائية. ألف إلقاء حجر نرد، إلقاء قطعة ناقد ثم حجر نرد، سحب كرة من صندوق. حكينا أول إشي شو يعني التجربة العشوائية. حكينا هي تجربة نقدر نعرف جميع نواتجها الممكنة قبل إجراءها، ولا يمكن أني أحدد شو هي هاي النتائج اللي طلعت عندي. فهلا إلقاء حجر نرد تمثل تجربة عشوائية، لأني أنا بعرف الاحتمالات الممكنة بس بعرف شو هو اللي بده يطلع. إلقاء قطعة ناقد برضو تجربة عشوائية، سحب كرة من صندوق به كرات مختلفة تجربة عشوائية، قياس نسبة عدد ذرات الأكسجين إلى عدد ذرات الهيدروجين هذا إشي علمي وبناء على قوانين محددة، يعني إشي ثابت تمام، وأنا عارف نتائجه. يعني أنا عارف إنه حيطلع عندي نسبة عدد ذرات الأكسجين إلى الهيدروجين النسبة كذا تمام. إذا حيكون عندي هنا مين؟ دال. في مقصف المدرسة 6 علب عصير ليمون و14 علبة عصير برتقال و4 علب عصير تفاح. إذا اختيرت علبة عصير عشوائيا من المقصف فإن احتمال أن تكون علبة عصير التفاح يساوي هذا الاحتمالات. طيب أنا شو بيلزمني في الأول؟ بيلزمني أجمع أشوف كم علبة عصير أصلا موجودة. 6 زائد 14 زائد 4 يساوي كم؟ 6 زائد 14 20 زائد 4 كم 24. طب أنا عندي 4 علب عصير تفاح، يعني احتمال إنه يكون عندي علبة عصير تفاح كم حتكون؟ حيكون كم علبة عصير؟ 4 على كم الفضاء العيني، كم عدد عناصر في الفضاء العيني؟ حيكون عندي 24 عنصر بالفضاء العيني. 4 على 24 كم؟ هاي فيها 4 4 1 24 على 4 6، إذن 1 على 6، إذن حيكون عندي 1 على 6. بقى ألقي حجر نرد 30 مرة وظهر الرقم 5 6 مرات، فإن التكرار النسبي لحادث ظهور الرقم 5 يساوي، حيكون عندي حيكون عدد مرات. مش هلا التكرار النسبي أخذنا له قانون، شو قانون التكرار النسبي كان يحكي لي؟ التكرار النسبي يساوي عدد مرات وقوع الحادث، عدد مرات وقوع الحادث على عدد مرات إجراء التجربة. طيب ما هو معطيني كل المعطيات. إذا بيحكي لي إنه ظهر عندي الحادث يلي هو ظهور العدد 5 6 مرات على كم من مرة هو ألقى حجر النرد؟ 30 مرة. 6 على 30 كم؟ هاي فيها بستة 1، و30 على 6 5، إذن 1 على 5، إذن 5، إذن الجواب هذا السؤال كم عددا أكبر من 50؟ نيجي لهذا السؤال كم عددا أكبر من 50؟ ومن منزلتين مختلفتين يمكن تكوينه من المجموعة 2 3 5 7. يعني شو يعني أكبر من 50؟ بنلاحظ إنه العشرات من ضمن هدول، يعني لو أقسمها أحاد وعشرات هتكون العشرات عندي بين مين ومين؟ يا 5 يا 7. لا مستحيل لا أحط 3 ولا 2 لأنه حكالي أكبر من 50. فلو نعملها على طريقة الشجرة فأنا عندي 5 وعندي 7،
الخمسة ممكن تكون أحدها اثنين أو ثلاثة أو سبعة، ومش ممكن إنها تكون كم؟ خمسة. ليش مش ممكن إنها تكون خمسة؟ لأنه غير مسموح التكرار، لأنه منزلتين مختلفتين. والسبعة إما أن تكون اثنين أو ثلاثة أو خمسة، أحدها اثنين أو ثلاثة أو خمسة. طيب هنا أنا عندي كم من عنصر؟ عندي اثنين، اثنين ضرب كم من احتمال أو نتيجة ممكن تظهر لي؟ ثلاثة، فاثنين ضرب ثلاثة كم؟ ستة. إذن أنا عندي ست أعداد ممكن أنها تكون أكبر من خمسين. خمسة ضرب ثلاثة، اثنين ضرب ثلاثة، هدول اثنين، وبالمرحلة الثانية عندي ثلاث نواتج، فاثنين ضرب ثلاثة بطلع عندي ستة. دخل ريان محلا للأحذية فوجد فيه أربع ألوان وثلاث موديلات من المقاس الذي يناسبه، بكم طريقة يمكن أنه يختار حذاؤه؟ هذا بده ينعد على مبدأ، بده ينحل على مبدأ العد، أنه عملية تتكون من خطوتين. بشوف عدد طرق إجراء الخطوة الأولى، هسه أنه يختار لون الحذاء، صح؟ كم من طريقة عندي يختار فيها لون الحذاء؟ عندي أربع طرق يختار فيهم، يختار منهم لون الحذاء. وكم طريقة يختار فيها الموديل؟ طرق يختار منها الموديل كم؟ ثلاثة. إذن بتصفي عندي إنه على مبدأ العد طرق إجراء هاي العملية، أو اختيار طريقة يمكنه اختيار حذائه، هتكون 4 ضرب 3 عنده 12 طريقة يمكن إنه يختار فيها الحذاء تبعه، صحيح؟ فعدد طرق اختيار ريان حذاء هي عبارة عن 4 ضرب 3 وتساوي 12 طريقة. ننتقل للسؤال الرابع في تجربة إلقاء حجرين نرد مرة واحدة، اكتب الحوادث الآتية بذكر عناصرها. هلأ إذا بدي أرمي حجرين نرد مرة واحدة، شو حتكون عندي عناصر أوميجا؟ لو بدي هذا الحكي أمشي على الشجرة البيانية، فأنا لما بدي أرمي حجر نرد أول مرة شو الأرقام حتطلع عندي؟ 1 و2 و3 و4 و5 و6، صح؟ 1 2 3 4 5 6. طيب هلأ الواحد شو احتمال إنه لما بدي أرمي الحجر النرد مرة تانية، شو احتمال إنه يطلع عندي الأعداد اللي يعني شو الاحتمال يطلع على الوجه تبع حجر النرد؟ 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، صح؟ والتنين 1 2 3 4 5 6. يعني أنا لو بدي أجي أكتب أوميجا شو هتكون عندي؟ يا إما رح يطلع عندي 1 1، يا إما بالرمية الأولى حيطلع 1 وبالرمية الثانية حيطلع 1، يا إما بالرمية الأولى حيطلع 1 وبالتاني حيطلع 2، يا إما بالأولى حيطلع 1 وبالتاني 3، وهلم جر عبين ما أوصل لعند الاثنين. ممكن يطلع عندي 2 1، ممكن يطلع عندي 2 2، ممكن يطلع عندي 2 3 2 4 2 5 وإلى آخره. ممكن كمان تطلع عندي 3، ممكن تطلع عندي 3 1 و3 2، صحيح؟ 3 1 و3 2 وإلى آخره، وأنتوا كملوا الفضاء العيني. الاحتمال الأول مجموع رقمين الظاهرين يساوي 3. أنا أي من هاي الاحتمالات حيكون عندي مجموع الرقمين الظاهرين يساوي 3؟ فيش غير الاثنين والواحد والواحد والاثنين، 1 و2 مجموعهم 3 واثنين والواحد مجموعهم 3. إذا ما عندي غير زوجين أو عنصرين، فحتكون عندي الحادث الأول 1 و2 أو 2 1، تمام. الحادث الثاني مجموع رقمين الظاهرين أكبر من 9. متى حيكون العددين الظاهرين أكبر من 9؟ من عند الأربعة وستة. كل اللي قبل حيكون عندي مجموع الأرقام
تسعة أو أقل من تسعة من عند الأربعة وستة، خمسة وخمسة، خمسة وستة، ستة وأربعة، ستة وخمسة، هدول كلهم حيكون مجموعهم إيش 11 وإيش 10. فالحادث الثاني شو حيكون عندي يساوي؟ يساوي الأربعة والستة، الخمسة والخمسة، الخمسة والستة، الستة والأربعة، الستة والخمسة، والستة والستة. هدول حيكون مجموعهم أكبر من تسعة. الحادث الثالث الرقمان الظاهران متساويان. شو يعني الرقمان الظاهران متساويان؟ حد ثلاثة يعني يا إما حيكون عندي واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة ستة. بالرمية الأولى والثانية نفس العدد يطلع واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، وستة ستة. تمام. هلا اللي بعديها الحادث الأول ناقص الحادث الثالث، يعني العناصر اللي موجودة بالحادث الأول أو خلينا نكتبها الحادث الثاني ناقص الحادث الثالث. شو العناصر الموجودة في الحادث الثاني مش موجودة في الحادث الثالث؟ نتطلع وين في أشياء متشابهة. عندي الخمسة والخمسة والستة والستة، بس بناتهم متشابهات صح؟ يعني ممكن إنها تكون عندي بالحادث الثاني شو العناصر الموجودة فيه مش موجودة بالحادث الثالث، اللي هي الأربعة ستة والخمسة ستة. خمسة خمسة هي موجودة خلاص بشطبها، الخمسة ستة، ستة أربعة مش موجودة، ستة ستة موجودة، ستة خمسة مش موجودة. تمام. إذن هذا بيكون عندي الحادث الثاني ناقص الحادث الأول، العناصر الموجودة في الحادث الثاني وغير موجودة بالحادث الأول. الحادث الثالث عفوا. طيب يلي بعديها حتكون عندي الحادث الأول تقاطع الحادث الثاني، شو العناصر الموجودة في الحادث الأول ومشتركة مع الحادث الثاني؟ بنلاحظ ما فيش في الحادث الأول غير واحد اثنين واثنين واحد، الحادث الثاني أربعة ستة خمسة خمسة، ما في بيناتهم أي عنصر مشترك. إذن شو الجواب حيكون عندي طالما إنه ما في بيناتهم عناصر مشتركة؟ فاي، أو ممكن أعبر عنها بمجموعة خالية. تمام. سؤال خمسة، لدى عامر 30 بطاقة متماثل المرقم من 1 ل 30 سحب منها بطاقة واحدة عشوائيا، جد احتمال أن يكون العدد الظاهر على البطاقة المسحوبة من مضاعفات الرقم 4. من 1 ل 30 شو مضاعفات الأربعة؟ عندي الأربعة، عندي الثمانية، عندي الاثناش، صحيح؟ مضاعفات الأربعة وائد 4 8 12 16 24 28. تمام. اذا هدول هم مضاعفات العدد 4 اللي حيكونوا عندي هون. هي عناصر اوميجا حتكون عندي من الواحد للثلاثين. مضاعفات العدد 4 حتكون الحادث الاول، يعني حتكون حيكون عندي يا اما 4 8 اثناش، ستاش، عشرين، أربعة وعشرين، ثمانية وعشرين. طيب هلا هو بده احتمال الحادث، فشو احتمال الحادث بيحكي لي؟ بشوف عدد عناصر الحادث على العدد عناصر أوميجا. إذن لام الحادث الأول شو يساوي؟ عدد العناصر موجودين 1 2 3 4 5 6 7، 7 عناصر على عدد عناصر أوميجا كم؟ 30 عنصر. يقبل قسم على 2 أو 3، مين هون بيقبل قسم على 2 أو 3؟ الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الستة، الثمانية. إذن
الحادث الثاني شو حتكون عندي؟ عناصره 2 3 4 6 8 9. هلا 2 أو 3 يعني العناصر اللي بتقبل القسم على 2 والعناصر التي تقبل القسم على 3، تمام؟ أو على 2 و3 مع بعض. إذن 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30. طيب كم من عنصر موجود عندي أنا بهدول العناصر؟ نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذن 20. إذن عدد، هلا بدي أطلع لام الحا 2، احتمال الحادث الثاني هو عدد عناصر الحادث الثاني 20 على عدد عناصر أوميجا كم؟ 30. 20 على 30 كم؟ 0 مع 0 بروح 2 على 3. إذن هذا احتمال الحادث الثاني. هذا السؤال تضم روضة 100 طفل، منهم 60 يحبون القراءة و70 يحبون الرسم و40 يحبون القراءة والرسم. اختير أحد الأطفال عشوائيا، ما احتمال أن يكون هذا الطفل يحب القراءة فقط؟ أول شيء بدنا نعمله بدنا نرسم أشكال فين، شكل فين عشان أعرف. هلا أول إشي في هدول إيش أول إشي بدي أبلش فيه؟ يلي هو المعن، يحبون القراءة والرسم. كم واحد منهم؟ دائما ببلش في منطقة التقاطع، منطقة التقاطع يلي هي كم واحد عنده الهواية الأولى والهواية الثانية، أو بحب الإشي الأول وبحب الإشي الثاني، كم واحد؟ 40. طيب هلا كل الروضة فيها 100 طفل، منهم 60 يحبون القراءة و70 يحبون الرسم و40 بيحبوا الاثنين مع بعض، يعني مين كم واحد صفة عندي بحب القراءة بس؟ 60 ناقص 40 20 واحد. وكم طفل بحب الرسم بس مش بحب القراءة والرسم، يعني مش اختلاط بيناتهم؟ 70 ناقص 40، هون 60 ناقص 40 20 و70 ناقص 40 30. طيب 20 زائد 40 60 زائد 30 90. كم من طفل ضل لا بحب هذا ولا بحب هذا؟ 10. إذن 10 أطفال. هلا بيحكي لي ما احتمال أن يكون هذا الطفل يحب القراءة فقط؟ كم حيكون عندي لام الحالة اللي بحب القراءة فقط؟ لام هذا خلينا نعتبره الحادث الأول. لام الحادث الأول يساوي كم عدد عناصر الحادث الأول؟ 20. 20 على كم عدد الطلاب كلهم؟ 100، مش هو 100 طالب؟ 20 على 100 كم؟ 0 مع 0 بروح 2 بالعشرة أو 5، تمام؟ هاي فيها بواحد وهنا فيها بخمس، إذن احتمال الحادث الأول 5. يحب الرسم ولا يحب القراءة. شو يعني يحب الرسم ولا يحب القراءة؟ يعني بس بحب الرسم، بحبش القراءة، بس بحب الرسم فقط. إذن هذا فلنعتبر إنه هذا الحادث الثاني. احتمال الحادث الثاني كم عدد الطلاب اللي بحبوا بس الرسم؟ 30 على كم عدد الطلاب كامل؟ 100. 30 على 100 كم؟ 3 على 10. طيب جيم لا يحب القراءة ولا يحب الرسم، مين اللي ما بحب القراءة وما بحب الرسم؟ اللي هم 10 طلاب اللي لا هم لا مع القراءة والرسم، ولا واحد بحب القراءة ولا واحد بحب الرسم. إذن هذا نعتبره الحادث الثالث. احتمال الحادث الثالث إنه يساوي 10 على 100، لا بحب هذا ولا بحب هذا، فواحد صفر مع صفر بتروح بتصفي عشر. يحب القراءة أو الرسم، شن يحب القراءة أو الرسم؟ شو يعني أو؟ يعني يا بحب القراءة
يعني الطلاب اللي بيحبوا القراءة واللي بيحبوا الرسم واللي بيحبوا القراءة والرسم، هيك معنى يحب القراءة أو الرسم. إذن يا إما يحب القراءة أو الرسم أو القراءة والرسم. إذن هذا نعتبره الحادث الرابع. هيكون عندي لام الحادث الرابع شو يساوي؟ 20 + 40 + 30 على 100 على عددهم. 20 + 40 = 60 + 30 = 90. إذن 90 × 100 بصفي 9/10 اللي هم هذول بيحبوا القراءة أو الرسم، يعني بيحبوا القراءة والرسم والقراءة والرسم. لا يحب الهوايتين معا. كم طالب عندي هنا نعتبر هذا الحادث الخامس؟ أول إشي كم واحد بحب الهوايتين معا؟ 40. أنا هذول 40 بدي إياهم، تمام. كم من واحد بصفي بحبش الهوايتين معا؟ اللي بحب القراءة لحال واللي بحب الرسم لحال واللي بحبش إشي، صح؟ إذا حتكون 20 + 30 + 10 على 100. ف 20 + 30 = 50 + 10 = 60 / 100 يساوي 6/10. إذا هذا لام الحادث الخامس، احتمال الحادث الخامس. هيك بكون الوحدة هاي انتهت. إن شاء الله تكون كل أموركم فيها تمام، ويعطيكم ألف ألف عافية.